السلام عليكم. بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تسريبات ون بلس 8، كان لازم في الحلقة دي نتكلم عن تسريبات الأقوى منه من شركة ون بلس، وهو ون بلس 8 برو بمواصفات أعلى من أخوه الأصغر اللي هو ون بلس 8. لو حابب تعرف مواصفات وإمكانيات الموبايل كمل الفيديو، بس قبل ما نبدأ بتمنى من حضرتك إنك تدعمني بلايك واشتراك للقناة وارجع كمل الفيديو. يلا نبدأ. اول حاجة نبدأ بيها هي هيكل الموبايل. الموبايل بيجي بطول 165 ملم وعرض 74 ملم وسمك 8.8 ملم وبوزن 196 جرام، والموبايل بيجي مواد تصنيع من ورا من قدام الإزاز، بس الشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلاس 6 وظهر الموبايل عليه طبقة حماية جوريلا جلاس 5. تاني حاجة الشاشة. الشاشة تيجي بمساحة 6.6 بوصة من نوع فلويد أموليد بدقة 3120x1440 بكسل بأبعاد 19.5×9 بجسافة بكسلات 517 بكسل لكل بوصة، والشاشة هنا بتستغل 88.3% من واجهة الموبايل الأمامية، والشاشة هنا بتيجي بتردد 90 جيجا هرتز، وزي ما قلنا الشاشة هنا محمية طبقة حماية جوريلا جلاس 6، والموبايل بيدعم البصمة تحت الشاشة، وبيجي نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة أكسجين OS 10، والموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 855 بلس مع معمارية 7 نانومتر وتردد يصل ل 2.9 جيجا هرتز، مع معالج رسومي أدرينو 640 بتردد 700 ميجا هرتز. ومن حيث الرام والذاكرة، الموبايل بيجي بنسختين، النسخة الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع النانو، ومش بيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية. ونيجي لكاميرات الموبايل. الموبايل بيجي 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتدعم تقنية أوبتيكال زوم لحد 3X، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة ألترا وايد، وبيجي معهم فلاش LED مزدوج، ويدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدروا يصوروا فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة 240 إطار في الثانية، وبدقة HD بسرعة 960 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية بتيجي في ثقب على يسار الشاشة بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. بيجي البطارية. البطارية هنا بتيجي بسعة 4500 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط مع شاحن من نوع تايب سي. ونيجي للألوان. الموبايل حد الوقت هينزل بلونين، اللون الأزرق واللون الفضي. بالنسبة للسعر مفيش معلومات محددة عن السعر، بس السعر المتوقع اللي هينزل بيه الموبايل في حدود 800 دولار. كده انا خلصت الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هرد عليك. السلام عليكم.